التواصل يستمر مستمرون في انطلاقات هذا الصباح مع الفطامين الشوط الثاني عشر للجعدان ضمن أشواط الصعوب في هذه أي الانطلاقة. نتواصل وننطلق مع المركز الأول مرضي مرضي يأتي مع المركز الأول جمهور بن محمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي في هذه الانطلاقة ينطلق بالمقدمة وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني سعيد بن خليفة بن رشيد نعم شاهين على ثاني المراكز، المركز الثالث ثالث المراكز هذا هو ناصي 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 جاسم بن حميد بن علي بن مطر المزروعي يتقدم إذا هو رقم 10 نعم على المركز الثالث في هذا الاندفاع. المركز الرابع يتواجد في منصف محمد بن سيف بن عبد الله بن عفرة المطيوعي. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة، من ثم أعود إلى المركز الأول إلى الانطلاق الأول في هذا الاندفاع والمسار الجميل. هذا مرضي مرضي جمهور بن محمد بن مصرح الأحبابي على مقدمة الشوط على المركز الأول، شاهين سعيد بن خليفة بن رشيد على المركز الثاني، ناصي لجاسم بن حميد بن مطر المزروعي يأتي على المركز الثالث على هذا الاندفاع على هذا الانطلاق الجميل والشيق والرائع على أرضية هذا الميدان. 200 متر الأخيرة لحظات إصدار الأوامر الانطلاقات مرضي 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 مع المركز الأول مع الانطلاق الأول جمهور بن محمد بن مصرح بن جمهور الأحبابي يأتي مع المركز الأول ويندفع بالمقدمة. تهانينا على هذا الفوز، وأنا سعيد بن خليفة بن رشيد في المركز الثاني والمركز الثالث لجاسم بن حميد المزروعي. هكذا توقيت الزمني دقيقتين و19 ثانية. تهانينا وناموس.